مساء الخير واهلا بكم في المواجهه مع النفس. وفقا للتصنيفات الطبيه المعتاده احنا عندنا نوعين من الصحه، الصحه العضويه والصحه النفسيه. وكتير مننا مش بياخد باله من التصنيف ده وبيفسر اي الم يحس بيه في جسمه بانه مرض معين وبياخد ادويه لعلاجه، رغم اننا في اوقات كتير بنحس بالم مش عارفين مصدره ايه. اللي هو تقابل واحد يقول لك انا مش قادر انزل شغلي، او انا مش عايز اقابل حد، أو دماغي هتنفجر من كتر الضغوط اللي عايش فيها. هو ده الألم النفسي. الألم النفسي عمره ما كان معناه إنك بالضرورة مريض نفسي. وحتى لو حد فينا مريض نفسي، هو إيه العيب في كده؟ يعني ليه بتتكسف تقول إنك مريض نفسي لكن عادي إنك تبقى مريض سكر أو ضغط أو قلب؟ ما هي كلها أمراض. لازم نواجه نفسنا ونطلع اللي جوانا عشان نقدر نعيش في هدوء وسكينة. لازم نفرق بين الضيق والكآبة اللي بنحسهم لما الأسعار بتزيد أو مشاكلنا العائلية بتكتر، وبين مرض الاكتئاب الفعلي. مش كل واحد يتخنق من مشاكله يقول أنا عندي اكتئاب، مش كل واحد حريص على نظافته يقول أنا مريض وسواس قهري، مش كل واحد مودي أو متقلب المزاج يبقى مريض باضطراب ثنائي القطب، مش كل التهيؤات فصام أو سكيزوفرينيا. خلينا نسأل العالم الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة عن نفسية المصريين ونشخص ونعالج ألامهم النفسية في المواجهة مع النفس. الاكتئاب ما جاتش. حضرتك عارف إن حالياً في على الأقل خالص 500 مليون واحد في العالم عنده أمراض نفسية. من 500 مليون دولت اللي عندهم أمراض نفسية، جزء كبير جداً ما يعرفش إنه عنده مرض نفسي. لأن أنت لما تيجي تعرف الإنترنت وده بيحصل طبعاً، بتلاقي الأمراض النفسية متشابكة. فأبص ألاقي إنه كل مرة يجي المرض يقول لي لا أنا لقيت نفسي عندي وسواس. أقول له طيب، لكن ما عنديش أنا فصام دلوقتي، أنا عندي اكتئاب. هو بيقرأ وبيبتلع هذه الأعراض وبيشخص بها نفسه. عندك أنت مثلا واحد من كل أربعة من اللي قاعدين دلوقتي عندهم اضطراب نفسي، لكن مش لازم يتعالج. في ناس عايشين بالاضطرابات النفسية وعايشين بالنكد والحزن. يعني أسيء استعمال كلمة اكتئاب في كل بلاد العالم، بحيث أي معاناة نفسية عادة الإنسان بيقول عليها اكتئاب. في عشرات بل مئات من الأمراض النفسية. وبعدين خلقنا الإنسان في كبد، والنفس المطمئنة بس أما نروح العالم الآخر. إذن الأصل الكبد، المشقة والمعاناة. اللي حصل إن الكبد اللي هو طبيعي، اللي هو مش مرض، زاد في ظروف الحياة. يكفي إن إحنا المحبة والثقة اللي هو رأس المال الاجتماعي بتاع أي أمة، يعني ده نقص شوية. يعني الثقة والمحبة اللي هي موجودة بين الناس وبعضيها نقص شوية في مصر، في كل بلاد العالم، كل بلاد العالم، ولكن في مصر زيادة شوية. لأن الإعلام برضو خد دور إن هو خلى الناس لا تثق في بعضها، لا تثق في الطبيب، لا تثق في المحامي. الحياة اللي هي ما فيهاش رأس المال الاجتماعي social capital دي المعاناة فيها أكتر، أو الكبد فيها أكتر. إزاي أفرق بين المشاعر أو المشاكل النفسية التقليدية اليومية وبين حتى الاضطراب النفسي؟ يعني أنا واحد من كل أربعة، طب الواحد ده هل اي حد معهوش فلوس ومزنوق فمتضايق ومخنوق فده اضطراب نفسي، ده ولا ده ملوش برضه علاقه؟ الامراض النفسيه امراض عضويه. الناحيه الوراثيه موجوده، عارفين ارقامها، والوراثه ما بتلعبش الدور الوحيد، ده وراثه وبيئه وجينات ومجتمع. ففي عامل التربيه والبيئه والاستعداد الشخصي وكل الحاجات دي غير الوراثه موجوده. فانت عندك طبعا زي، طب ما انا هقول لك حاجه، لو حبينا نقسمهم، او انا عايز ادي دلوقتي روشته للي فاكر نفسه مكتئب او اللي عنده اضطراب نفسي معين،
ايه الاعراض اللي تقول له ان عنده فصام؟ ايه الاعراض اللي تقول له ان عنده وسواس قهري؟ دي عاوزه يومين ثلاثه اربعه وبرضه ما تتفهمش، لكن انت تقدر تلخصها. الاكتئاب اللي انا قلت لحضرتك عليه، انا قلت لك على العالم كله، لكن قد ايه في الاكتئاب في العالم؟ 140 مليون واحد مكتئب، 140 مليون واحد مكتئب. هل دولت ايه اكتر حاجه بتأذي في الاكتئاب وتكلف؟ عدم العمل. اللي عنده سرطان بيشتغل، اللي جاله شلل بيشتغل، اللي بيعمل غسيل كليه بيشتغل، اللي جاله غلطه في القلب بيشتغل، اللي عنده الاكتئاب لا يستطيع ان يعمل. حتى مسمينها في نوعين من عدم العمل، في ابسنتيزم وبريزنتيزم. يعني ايه؟ يعني هو بيروح الشغل لكن بيعطل اللي حواليه، هو ما بيشتغلش او ما بيروحش خالص. وجد انك انت اذا عالجت الاكتئاب والقلق النفسي اللي هو 60% 70% من الاكتئاب مع قلق نفسي، اذا عالجتهم هتوفر على الدوله حوالي مليارات. اي دوله عملوها في انجلترا، لندن سكول اوف ايكونومكس عمل الدراسة وجدت انك انت اذا دفعت دولار واحد في علاج الاكتئاب والقلق انت بتكسب 4 لـ5 دولار في نفس الوقت. ده معناها 2.5 من الناتج القومي، لان اكتر مرض بيخلي الواحد مش قادر يشتغل، اكتر مرض بيخلي الواحد طالب ما يقدرش يذاكر. بنسبة كام شفاء الاكتئاب؟ هل في معدل عالمي للشفاء من الاكتئاب؟ في معدل عالمي ولكن حسب الاكتئاب. في اكتئاب خفيف، في اكتئاب متوسط، في اكتئاب شديد جدا، اكتئاب السوداوي كانوا زمان بيسموه ميلانكوليا، ماناخوليا. يقول لك ده ماناخوليا. ماناخوليا هو كان مكتئب بس مكتئب بشدة جدا. وفي ثلاث حاجات ممكن تسأل أي واحد ويقدر تجاوب ان هو 70-80% هيطلع عنده اكتئاب. عدم وجود البهجة في الحياة لمدة شهر، إذا قعد شهر مفيش بهجة. عدم القدرة على العمل لمدة شهر، عدم قدرة على ملذات الحياة كلها، وبعدين عدم الرغبة في البقاء في الحياة. إذا قال لك أيوة ده اكتئاب شديد جدا وصح في 70-80% من الحالات. ساعات المنتحرين بيهاجموا بالثقافة الدينية ان انت كافر وانت وانت. طب هل اللي عنده اكتئاب مرضي؟ ليس يوجد علاقة اطلاقا بين الدين والمرض النفسي. المؤمن والملحد الاثنين ممكن يجيلهم اكتئاب. على فكرة في كل العالم اللي بيروحوا للطبيب النفسي ما يزيدش عن 2-3% من الأمراض المرضى. من المرضى النفسيين اللي بيروح يطلب العلاج 2-3%. ما بيعملش حاجة خالص. في جزء تاني اللي هو بيؤمنوا بالحاجات ده، هي السحر والشعوذة، الحاجات عادات بلدي اللي يحط مش عارف ايه لبن الحمار ولبن الحاجات اللي بيقولوها ده اللي تضحك شوية. دولت طبعا ما بيجوش عندنا إلا إذا فشل العلاج ده والشيخ اللي سره باتع والكلام بتاع زمان. النسبة اللي أنا عملتها، أنا عملت بحث في هذا في مصر دوت، حوالي 70% من اللي بيجولنا في جامعة بيكونوا راحوا للحاجات دي قبلها. ولكن ليس يوجد أي علاقة بين المؤمن والملحد خالص. الاثنين ممكن. أيوة الإيمان بيساعدك على تحمل، الإيمان بيساعدك على تحمل شدة الاكتئاب، ولكن بتصل بقى لحد الاكتئاب إذا زاد قوي يبقى مش عاوز يعيش، بينسى إن بقى مثلا اللي ينتحر حرام ومش حرام، بينسى دي خالص ولا ليه قيمة عنده. واللي انت بتسمعهم في الجرائد اللي هو بيقتل بناء مراته ويقتل عياله وبعدين ينتحر، ده مكتئب، ده مكتئب يا سيدي. ده مش ما عندوش اي سيطره. من ذهب الله بعقله فلا حساب عليه.
لكن الناس بتفتكر ان ده مجرم. مش مجرم خالص، ده مكتئب جدا. مين بقى المجرم؟ اللي قتل ويهرب، لكن ده قتل اعز الناس اليه عشان ما يعيشوش العذاب اللي هو عايشه. حب الناس اليه بيمسح عنك كل نوع من انواع حتى الايمان. الاكتئاب لما انت يشد عليك. هل في اكتئاب مؤقت مرتبط بوضع معين؟ يعني مثلا حد، مثلا واحده زوجها توفى، ابنها توفى، هل ممكن تدخل مرض اكتئاب لمده سنه او فتره وبعد كده تشفى منه؟ اسمها الاسى او الحزن. يعني الحزن على وفاه عزيز طبعا حزن شديد جدا، لا يشخص اكتئاب. يعني اسمه جريف بالانجليزي اللي هو الاسى، وده هو ما يعالجش علاج الاكتئاب، بياخد مده. اي واحد بيصاب بمحنه شديده جدا بيمر باربع مراحل. المرحله الاولى الانكار، مش ممكن مات. ده كان بيكلم معايا امبارح، مش ممكن ينكر. بعد كده يحصل له غضب، ليه ربنا يعمل كده في ابني؟ انا عملت ايه؟ انا بعمل كذا، انا بعمل كذا. غضب من الدنيا كلها، ومن ايمانه حتى بيتهز في هذه العمليه. بعد كده بيجي له اكتئاب، اعراض اكتئابيه، ويزور كل يوم القرافه، ويزور مش عارف ايه، او هي تزور كل يوم القرافه. وبعد كده المرحله الاخيره الخمول بامر الله. اي نوع من انواع المصيبه بتحصل في الاربع مراحل دي بتمر عليهم، اذا قدر يصبر يكمل حياه. ياخد دواء اكتئاب في الفتره دي ولا مش الحاله ما بتبقاش مرضيه؟ اذا كان عنده قلق ما بينامش بندي حاجه وقتيه. لكن الاكتئاب عشان تاخد علاج لازم تاخده على الاقل سنتين ثلاثه اذا كان اكتئاب شديد بعد الشفاء. وبعد كده هو بتقيم هتقدر تبطل ولا لا، لكن هو اذا ما خدش العلاج ممكن يرجع له تاني. يعني في نكسات يخش في اكتئاب، وبعدين بنديهم ادويه احنا دلوقتي مش مضاده للاكتئاب. اصل الاكتئاب ده بقى له مزايا، يعني ليه مزايا قوي. الاكتئاب ليه مزايا؟ أمال بيديك نوع من الصلابة الشديدة جدا. اللي يجي الاكتئاب ويكمل بيديك نوع من الصلابة أو سنان القطب، وبيديك نوع من الواقعية، وبيديك نوع من إحساسك بالغير. في فرق بين التعاطف فنزي وبين الشفقة. التعاطف إنك أنت تحس بغيرك بمشاعره، الشفقة بيصعب عليك. الاثنين مختلفين خالص. اللي بيجي له اكتئاب بيتعاطف، لكن معظمنا اللي ما جالوش اكتئاب يعني ممكن يتعاطف شويه، لكن غالبا هو شفق. كتير مننا بيعاني من المزاج المتقلب اللي بنسميه الشخص المودي. ساعات بنفسرها بان فلان ده برج القوس او الدلو او معرفش برج ايه، وإن دي طبيعة البرج الفلاني. وساعات بنقول إن فلان ده هو كده كئيب وبيحب الأخبار المحبطة، أو إن علان ده مش بيبطل ضحك بدون سبب ويمكن هو طبعه كده. طبعاً غير إن سنة الحياة هو اختلاف الطباع بين البشر، لكن ده أكيد ليه تفسير علمي وتقسيم لأمزجة الناس. وهنا السؤال الأهم، هل لو واحد جمع بين التقلبات دي نقدر نشخص حالته بإنه مريض باضطراب ثنائي القطب؟ ثنائي القطب زي الاكتئاب بالظبط. ما أنا بزعل، كلنا بنزعل، وكلنا بنقول بنكتئب. سيبني اليومين دول أنا مكتئب، إيه مفيش يومين مكتئب. ده الاكتئاب لازم يقعد أسبوعين ثلاثة على الأقل عشان أقدر أشخصه. إيه هو ثنائي القطب عشان السادة المشاهدين يفهموا بمعنى دوبات. إيه؟ النوبات. دوبات من الاكتئاب الشديد تتناوب مع نوبات من الابتهاج، الانبساط، كلام كتير، صرف فلوس بدون حاجة، كرم شديد جدا، عصبية غير معقولة، عدم يعني مش قدرة، عدم رغبة في النوم. تصور بقى حواليها يعملوا ايه،
وهو بهذا الشكل عمال يدي اوامر وعمال يصرف فلوس وعمال يدي وياخد الفلوس عيال وفلوس كل حاجه. ده ثنائي القطب. ايه ده ثنائي القطب الثاني بقى، هو قطبين. القطب الثاني اللي هو الاكتئاب الشديد، يعني نفس المريض بيبقى حاسس نفس فتره كده وفتره كده، مش طول حياته يعني بيشفى منها دي. لا انا بتكلم ان هو ممكن يبقى مبتهج قوي قوي وعنده الهوس ده، وممكن يبقى مكتئب جدا في وقت تاني. مبتهج ايوه ممكن هو مبتهج، يعني الدنيا حلوه قوي قوي. وافتكر كلنا عارفين ان شاعرنا الفاضل والعبقري صلاح جاهين كان بيعاني وبيبين بحكايه عجبي دي كلها، نصها مكتئب والنص الثاني منبسط في فرح، الدنيا حلوه جدا تستاهل والدنيا ما تستاهلش غير القبر. نفس الشعر بتاعه، يعني اللي يقرا كتبه يعرف بالظبط سؤال القطب ايه، ايه اللي بيحس بيه. يعني الشخص اللي بيقول على نفسه مودي او متقلب المزاج ده، لا لا ده مزاج مزاجي. مش تحب اقول لك امزجه الناس كلها ايه؟ ايه ربنا بيخلق الناس بخمس امزجه او مزيج منهم او اربع امزجه. اولا المزاج العصبي، واحد عصبي ده اتخلق كده ويهدى بعد كده كويس، او ما يعملش اي حاجه يعني عدوانيه او حاجه، ولكن عصبي. الناحيه الثانيه ان هو بقى انسان مكتئب، يعني باستمرار متشائم. اذا الست ابنها غاب يبقى عمل حادثه، اذا التليفون ضرب بالليل يبقى حد مات. تحب تروح قوي تعزي اكتر ما تروح، اكتر ما تروح افراح. لا لا ما اعرفش فرح، لا لا العزي لازم ده واجب، وتبقى مبسوطه قوي في اللي بيتب وكل حاجه يعني منظار كده بتاع. وكتير قوي من الناس اللي في الريف يعني في امثله، واحد يضحك يقول لك اللهم اجعله خير. ايه ايه يعني ايش دخل؟ اضحكوا يا جماعه، اللهم اجعله خير. نكت تبص اللهم اجعله، بلاش نكت كتيره لحسن نضحك. ده هو كده، ده مزاجه كده، ده مزاجه كده. ممكن يكون خليط. وبعدين في المزاج النوابي. ايه المزاج النوابي ده؟ هو بقى اللي هو يتناوب بين القبض، ولكن ما توصلش لدرجه الباي بولر ثنائي القطب. دي حاجه بسيطه جدا، ده مزاج بس نسميه مودي شويه او متقلب. أيوة ده اللي حضرتك بتقول عليه مودي. تمام. مزاجه كويس قوي، وبعد كده بين ثلاثه مزاجه وحش قوي، يقول لك النهارده عرفان، بكره يبقى عمال يضحك ويقول لك نكت حاجات ثانيه خالص. والمزاج بقى الثالث اللي هو يبقى قلق خائف باستمرار، ودي برضو عندنا كتير جدا. انا خايف من امتحان. طبعا الاعلام عمل امتحان، يعني الخوف من الثانويه العامه ده ما كانش موجود ايامي خالص، ولا الجرايد بتكتب حاجه عن الثانويه العامه. شوف الإعلام عمل لنا مرض اسمه مرض الثانوية العامة، مرض. والأسرة كلها نبطشية، الأسرة كلها ما بتنامش، الأسرة كلها حزينة لغاية ما الواد يخلص. تعالي في ميعادك يا بنتي، لا لا بعد ما الواد يخلص الامتحان. هتقعدي على العلاج ده هو كده على طول، أقعد زي ما أنت عاوز. لكن الواد الامتحان ما كانش كده زمان، ما فيش جورنال في العالم في أول صفحة بيكتبوا لك الثانوية العامة العربي عملوا ايه؟ واللي بيعيط واللي بيتصور، قول لي جورنال واحد في العالم حتى في العالم العربي بيعمل اللي احنا بنعمله في مصر. احنا خلقنا مرض بواسطة الإعلام وعدم الوعي بتأثيرها. آخر مزاج بقى المزاج اللي هو حد المزاج، نشيط جدا، منتج، مبدع، دول بيكونوا قيادات. هايبرثايميك مود، هايبرثايميك يعني مدمن عمل، مدمن نجاح، بيبقوا قيادات، بياخدوا نوبل، بيسيبوا مراتاتهم واولادهم ويقعدوا يشتغلوا في العلم، كذلك بيبقوا رؤساء في دول وبتاع. ده المزاج الغريب شويه اللي هو بنسميه حد المزاج. ودول للاسف الشديد بينجحوا نجاح شديد، بيتغنوا غنى شديد، وبيجي لهم القلب كتير جدا وبيموتوا بدري. يعني ده مزاج ما بدوش دواء. فالامزاجه دي ما بنقدرش نديها بعد. ممكن بقى تبقى واحد
قلق خائف عصبي، قلق خائف متبلد يعني متغير، ياخد من كل مزاج حاجة، ممكن يبقى الاثنين مع بعض أو ثلاثة. من أسوأ ما في ثقافتنا تجاه المريض النفسي هو وصفه بكلمة الجنون، رغم أن كلمة مجنون دي ملهاش أي وجود في جميع المراجع الطبية. ويمكن السينما والدراما أخطأت في وقت من الأوقات لما كان دور عبيط القرية أو المجذوب أساسي في أعمال شهيرة. حتى إحنا في كلامنا ساعات بنعتبر أن المريض ده في شيء لله، ده راجل بركة عشان طبته وعدم استيعابه. لكن العلم بيقول أن المريض بالفصام أو الاسكيزوفرينيا هو مرض زي أي مرض وله علاجات معينة، وبرضه مش كل حد يجيله تهيؤات يبقى مريض بيه. ولا كلمة فصام هي انفصام في الشخصية أو أن صاحب المرض بيكون عنده شخصيتين عكس بعض وبيظهر بواحدة فيهم الصبح والتانية بعد الظهر، زي ما السينما برضه أقنعتنا بكده. للأسف الشديد مفيش عيان اتظلم أدى مرض الفصام ولم يظهر عقاقير وعلاج مظبوط إلا سنة 52. ملهاش دعوة بالصورة طبعا. سنة 52 واحد في فرنسا مشهور جدا، هذا الرجل الطبيب بتوع الجراحة قالوا له العيان اللي عندنا ده هو بعد ما عمل عملية وخد البنج اتحسنت أعراضه، فراح شاف ايه، لقى دواء من اللي اتحط فيه اسمه كلوربرومازين لارجكتيل، فقال أجربه على المرضى، فوجد تحسن غير طبيعي في المرضى اللي خدوا والدواء طلع اسمه لارجكتيل. المرضى اللي كانوا بيتسموا عقليين وبيحجزوا هو داخلين جراحة كانوا، فهو بقى بيشتغل رئيس قسم ديلي، رئيس قسم الأمراض النفسية، وبدأت هنا العلاج بالأدوية، وابتدى بالأدوية وبعدين ابتدى بعد كده بحبوب مختلفة، أنواع مختلفة من الأدوية، والأدوية دي ابتدت تتاخد شراب وابتدت تتاخد حبوب، ابتدت تتاخد حقن كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة أشهر، دلوقتي كل ثلاثة أشهر الحقنة غالية قوية طبعا، أنواع مختلفة بقى، بحيث أنه طلع بتاع 52 أو 53 عقار للفصام. قبل كده ما كانش فيه علاج إلا حاجة اسمها غيبوبة الإنسولين، دخلوه في غيبوبة من الإنسولين سكر نقص، وبعد كده هو طلع إن هو جلسات اللي هما كانوا بيسموها الصدمات الكهربائية والجراحة في المخ. مفيش حاجة فضلت في الطب إلا جلسات اللي هي دلوقتي تنظيم إيقاع المخ، أنا هي بتغير حاجات معينة. أنا أتمنى بقول للعيان يقول لك جلسات كهرباء وتشرج وأصب، مفيش حاجة خالص. ده في الأفلام، الأفلام جلسات تنظيم إيقاع المخ، بياخد حقنة دي مهمة جدا تنيمه، وحقنة تاني ترخي عضلاته، وأكسجين طول الوقت، وبنوصل طيار على الأماكن المطلوبة في المخ اللي فيها المرض، وهذه بيخش في الغيبوبة من غير ما يتشنج، بيبربش عينيه بس، بيصحى بعديها بحوالي 5 دقايق أو 10 دقايق، بيقدر يفطر بعديها بساعة. دي بتحسن حالته النفسية. أنا قايل لتلفزيتي إذا تعبت ما تدونيش أدوية، ادوني جلسات، إذا جالي اكتئاب يعني، شفت إزاي؟ أنا قايل لهم كده من كتر ما أنا شفت إزاي التحسن بتاعها. وعلى فكرة يعني جلسات تنظيم إيقاع المخ دي أنا بشبهها للعيانين، أقول له أنت بالتليفون عندك يهنج بتعمل إيه؟ ريستارت على طول. قال لي بقفله وبعدين أفتحه تاني يشتغل. قلت له أنا بعمل كده في مخك، أنا بقفله مدة بسيطة بحيث إنه يشتغل يشتغل كويس، لأنها كلها خلل في الدوائر العصبية بتاعت الدماغ، كل الأمراض النفسية. مريض اللي ماشي في الشارع واحنا كنا زمان بنسميه مع عفوا مع لفظ عبيط القريه او انه ده في شيء لله، ده بيبقى نوع من انواع الفصام الذي اهمل
لمدة طويلة جدا وسط أسرته. يا رجل أنا لسه قالوا لي تعالى وشوف العيانين الموجودين في الخانكة اللي خفوا. فروحت لقيت واحد عمره حوالي 40-50 سنة. إيه يا ابني اللي دخلك هنا؟ قال لي أنا ما سرقت بردعة الحمار. قلت له بردعة الخش؟ قال لي آه. قالوا ده مجنون ودخلوني المستشفى. قلت له طيب تحب تطلع لأنك أنت مش عيان دلوقتي؟ قال لي عمره ما كنت عيان بس ما عرفش حد. أبوي وأمي ما جالوش من ساعة ما عييت دخلت سابوني. طب تخرج؟ قال لي أخرج فين يا دكتور؟ لا أنا قاعد هنا لغاية ما أموت. ويا مملوك دخلوا هناك وتشخصوا على أنهم مرضى عقليين. ليه؟ لأن السفلس الزهري، الزهري في المدة بعد مدة طويلة من الزهري وعدم العلاج، ما كانش في علاج زمان، كان بيجي لهم أعراض عقلية كانوا بيسموها General Paralysis of the Insane، شلل المجانين. كل واحد في 7 مليار بني آدم عنده عادات شخصية هو نفسه ما يعرفش سببها، يمكن في منها اللي وراثي وفي منها ملوش فعلا تفسير. واحد حريص على النظافة بشكل مبالغ فيه، واحد شكاك جدا ودايما حاسس ان في مؤامرة بتتعمل عليه، طباع تانية كتير. لكن هل كل طبع من دول ممكن يتصنف مرض؟ يعني هل صح ان الشخص الحريص على النظافة يقول على نفسه انا مريض بالوسواس القهري؟ وايه هي حدود الشك اللي تخلينا نعتبر ان صاحبها حالة مرضية مش مجرد شخص عادي؟ يعني الوسواس بيقعد بالساعات، لكن اللي عنده أعراض وسواسية ممكن واحد بيغسل إيديه زيادة عن اللزوم، واحد بيستحمى في اليوم مرتين، ده مش وسواس. لكن واحد يقعد في الحمام 2-3 ساعات بحيث إن الحمام الواحد كل أهله ما قدروش يخشوا التواليت، خاصة إن معظم الناس موجود تواليت واحد في البيت ما يخشوش. فساعة ما يخش الحمام بيقول لهم حد عاوز يخش لأن أنا هقعد 2-3 ساعات بيشغله. فالمدة اللي حضرتك سألت عليها دي مهمة، ممارسة عملية النظافة مثلا مهمة. لو طولت قوي فده النظافة تبقى حاجة غريبة جدا. يعني عندي عيانين تقريبا بقى عيالهم تعبانين لأن صغيرين في السن وبتحطهم في البانيو أو في الدش المدة طويلة جدا بالساعة والساعتين تحميهم. ست تخش تغسل ايديها يخلص صابونة هو على الحوض بحيث ان ايده كلها الجلد بتاعها تعبان، كل حاجة بقى فيها مبالغة. قبل ما ينام بيروح يشوف البوتاجاز مقفول ولا لأ، البيبان مقفولة ولا لأ، ويقعد ربع ساعة ونص ساعة. محدش يخش بيته إلا ما يقلع الجزمة برا، فهم إزاي؟ ويغسل إيديه قبل ما يخش أي حتة، ويقعد يعني ما يقدرش يعزم ضيوف لأنه بيبهدله. شفتي؟ هنا بقى المبالغة في كل شيء دي نظافة. لكن الوساوس تبقى ساعات، ودي عملت أنا أبحاث فيها كتير جدا، يعني السب في ذات الإلهية. يعني تبص للدرجة المتدين جدا يجي يلطم عندي في العيادة يقول أنا شيخ طريقة أنا متدين جدا، في شتيمة بيجي لي في ربنا، أنا اتجننت دخلني المستشفى. أقول له أنت عارف ده غلط؟ قال لي غلط يا رجل، أنا بتاع إيمان وبتاع كل حاجة بالشكل ده. ودي تفسيرها العلمي إيه؟ وسواس قهري. بس بقى أنا عملت بحث لطيف جدا مقارنة بين الهند وانجلترا واسرائيل، عاملين هما مش انا اللي رحت عملت البحث طبعا، عاملين هو واحنا في مصر، ووجدت اكتر ناس عندهم وسواس ديني المسلمين، يليها اسرائيل على طول 2% فرق، احنا عندنا 60% وهما 59%. ده معنى ايه وسواس ديني؟ وسواس ديني سب، يعني يشتم في الاله، يفكر في الجنس مع الإله، حاجات غريبة جدا طبعا. أي حد يقول لي مجنون، لكن هو مش مجنون خالص، هو عاقل جدا وعارف إن ده غلط.
لكن ده مرض الوسواس. وبعد كده بقى غير الغسيل وغير الخوف بقى، يعني الخوف بتاعه بقى اكتر من الطبيعي، وفي اعراض وسواسيه بسيطه دي بتعدي. انا كان عندي استاذ جامعه عشان يروح المحاضره الساعه 8 بيصحى الساعه 4، لان الحاجات اللي بيعملها غريبه جدا، نظافه وطريقه حاجات والروتين اللي بيعمله ده، هو بحس ان هو 4 ساعات قبلها عشان يقدر يروح. علاجات الوسواس القهري ايه دكتور؟ في العلاج الاولاني العلاج النفسي السلوكي اللي هو بيعتمد على كلام، وده ثبت ان هو لوحده في علاج نفسي معرفي وسلوكي. وفي علاج، لان احنا عرفنا ان الوسواس ده هو عباره عن خلل في بعض المصلات العصبيه اللي موجوده في بعض مراكز المخ، وفي مش هرمونات، المصلات العصبيه بتبقى ناقصه شويه، والادويه اللي بتزود المصلات العصبيه ديت بتحسنهم جدا. مع العلاج النفسي المعرفي اللي قلت لك عليه، ان هو لازم يعرف، هو عارف انه غلط ولكن مسيطرة عليه الحكاية دهيت. ودولت حوالي 60-70% منهم بيجي لهم اكتئاب. اذا جاله اكتئاب يبقى لازم علاج تنظيم ايقاع المخ. علاج تنظيم ايقاع المخ اللي انتوا كنتوا بتسموها زمان صدمات كهرباء. بخلاف المساوئ المعتادة للانترنت والسوشيال ميديا في حياتنا وتأثيرها على الترابط الاسري وقدرات العقلية لاولادنا، إلا إن معظمنا مش قادرين نفهم أو نفسر سر حرص المنصات على فرض رؤيتهم المثلية الجنسية علينا. يعني كان ممكن نتقبل خطاب إعلامي يطالب بعدم اضطهاد المثليين أو التنمر بيهم، لكن صعب قوي نتقبل فكرة وجودهم في كل الأفلام وكل المسلسلات ومعاقبة أي حد يتكلم عنهم. السوشيال ميديا في العالم كله أنهت الأخلاق الحميدة. الشباب اللي طول النهار في السوشيال ميديا وما يترباش بواسطة أبوه وأمه، بيتربى بواسطة السوشيال ميديا وبيفتح كل حاجات، و يعني أصبح القيم بتاعته غير القيم بتاعتها، لأن هي مش معتمدة على الأب والأم دلوقتي. القيم معتمدة على اللي بيشوفوه في التلفزيون، اللي بيعملوه الأجانب واللي بيعملوه أي حد بيقلدهم، وأصبح إن هو محدش يقدر يكلمه. فإذا أحد الحاجات اللي حصلت في العالم عدم وجود أي نوع من أنواع المراجع الأخلاقية. من 100 سنة أو 200 سنة كان اللي عنده جنسية مثلية ده راجل أو ست منبوس، لأنه كان أولا كان فيه اتهام له بالإلحاد واتهام له بالكفر، وان هو لبسه جن من الجن، فكانوا بيحرقوه. فبيقول لك ان دلوقتي من 40-50 سنة او 100 سنة كانوا بيتحرقوا، وبعد كده كانوا غرامه وبيسجنوا الى الابد، وبعد كده كانوا بيدفعوا غرامه قليله ولا يسجنوا، وبعد كده هوت سمحهم ان هم يبقى في جنسيه مثليه، وبعد كده سمحوا انهم يتجوزوا ببعض. فانا اخشى ما اخشى انهم يعملوه اجباري دلوقتي، لان كل الدول الاسلاميه ما بتؤمنش فيه، اكثر من ثلث العالم لا يؤمن بهذا الكلام اللي هم بيؤمنوا بيه. والغرب عاوز يحط، انت عندك نتفليكس دي طول النهار بتوري لك افلام، لازم يطلعوا لك واحد هوموسيكسوال، لازم يطلعوا واحد عنده جنسيه مثليه. وبعد كده بقت دلوقتي موضه، دلوقتي فيش علاج للمثلية. كانت تيجي الأم تقول لي ابني قال لي أو عرفت إن هو بيميل لنفس البتاع، أو بنتي عاوزة تبقى ولد وما بتحبش الرجالة، وكنا بنشخصها مفيش علاج. وعشان كده هم قالوا أدام مفيش علاج وما نعرفش سببها إيه، هل بتولد؟ ايوه هو صغير، تبص تلاقي البنت
تعمل بيبي وهي واقفة في الحمام، والولد أما يجي من بيبي يقعد على التواليت من صغرهم. والولد بيحب العرايس، البنت بتحب المسدسات والحاجات الرجالي. وجدنا ان دي استعداد بيحصل في المخ في توجيهه، بحيث ان هم سموها دلوقتي التوجه الجنسي، ما بقاش اسمها جنسيه مثليه، التوجه الجنسي. فبقول للام انا اسف انا ما عنديش علاج ليه. في دكاتره بيقول لها في علاج وبياخدوا فيزيتا، في دكاتره عارفين ان ما فيش، ما اقدرش اعمل لك حاجه. طب اعمل ايه يا دكتور؟ اسيبه كده يموت احسن؟ اقول لها انت جاي تساليني في الطب، انا ما اقدرش اساعدك، انا اسف قوي وما عندناش علاج. في ناس بقى بيعملوا بيهاجروا، الواد يقول له ايه ابوه وامه، يا اما اموت يا اما انا هاجر وعيش معاهم. الاجانب معترفين بينا، انتوا في مصر مش معترفين. التانيين بقى ممكن وراه لغايه ما ينتحر. والحل يا دكتور يعني، هل يعني خلينا بقى نتجرد من الافكار او يعني من المظله، مش عايز اقول الدينيه طبعا، ولكن الثقافيه، ثقافه المسلمين عامه وجزء كبير من المسيحيين في امريكا حتى الان يعني منهم بيرفض المثليه، ولكن حضرتك بتقول ان ملهاش علاج وهينتحر في الاخر. طب لا مش لازم ينتحر، او يعني منهم من يتكيف بالامور. وفي ناس من ستات كتير جدا في مصر، ودي كانت قضيه دخل فيها المفتي قبل كده، اللي هم الستات اللي هم عاوزين لا الرجاله اللي عاوزين يبقوا ستات عاوزين يعملوا عمليه، ده مرض تاني وعاوزين يغيروا الجنس بتاعهم. وكان في واحده مشهوره جدا في كليه الطب، سيد وسالي تقريبا كانت اول واحده، ما فيش داعي الاسماء برضو، وعملت العمليه واتعملت كويس، لان انا كنت وقتها مستشار وزير العدل للطب الشرعي. فاللي حصل ان هي كانت في كليه الطب البنات، كلية طب الأولاد، هو كان في كلية طب الأولاد، وبعدين حب يقدم كلية طب بس كان طب الأزهر، فحب يقدم في طب الأزهر بنات لأنه مش قادر يعيش في وسط تانيين. فقالوا له طيب البطاقة الشخصية فين؟ فقالوا لا، قالوا جيب بطاقة شخصية إنك أنت ست، أنا هنكشف عليك هنا. فقدم في وزارة العدل، وزارة العدل حولته. شفت أنا العيان، عملية معمولة كويس جدا، عملية معمولة كويس أوي. أنا حضرت جلسة مع المفتي الطنطاوي وسألني سؤال، هل ده مرض عندكم؟ قلت له آه مرض. قال لي بقى المسؤول هنا هو الطبيب، إحنا ملناش دعوة خالص. في ناس طبعا رايهم عكس كده، الراي الاوروبي بيدعم قوي فكره دمجهم عشان انقاذ حياتهم مثلا، ان هم يقدروا يعيشوا، ولا بيسافروا بره، بيسافروا بره يعملوا عمليات اللي بترفضوا هنا. بس دلوقتي عندنا في نقابه الاطباء دلوقتي ممكن تاخد ورقه انك ممكن تعمل، اذا كنت عملت الابحاث مختلفه، اذا كنت شفت امراض وراثه، اذا كنت شفت امراض نفسيه، كنت شفت امراض معينه. لان في ناس مرضى نفسيين يقول لك انا عاوز اتغير، لا ده ما غير. مره زمان كنت في زياره لصديقي الطبيب النفسي في عيادته، واول ما دخلت غرفه الكشف بضحك معاه وبقول له فين بقى الشازلونج والتسجيلات وجلسات الكهرباء، فضحك وقال لي منها لله السينما، هي اللي أقنعت الناس بأن هو ده العلاج النفسي. وقعدنا نتكلم فترة عن أن العلاج النفسي هو بالظبط زي العلاج العضوي، بقى بيعتمد على أدوية بتشتغل على إفرازات في المخ بتهدي اللي عنده هوس، أو بتحسن مود اللي عنده اكتئاب، أو بتحارب التعود للي عنده إدمان. ورغم كده قليل جداً أن حد يلجأ للطبيب النفسي زي ما بيحصل في الأمراض التانية.
فكرة عن المرض النفسي لما كانش فيه زمان أي علاج يعني. وبعدين العباقرة والواخدين نوبل 42% من الواخدين نوبل جالهم مرض نفسي. دلوقتي اللي بيخش المستشفى ما يزيدش أبدا، حتى الإدمان اللي بيخش منه نصف المية، باقي كل الناس دولت متعودين على حاجات. يعني معظم اللي بيحششوا دولت ما بيخشوش مستشفيات. اللي بيخش مستشفيات الحشيش بيفجر استعداد نفسي او عقل، فهمت ازاي؟ دولت اللي بيخشوا، اما الباقي فبيتعالجوا في البيوت. المتعافي دي كلمه ما تقدرش تقولها قبل سنتين ثلاثه، يعني مش تعالج واحد اسبوعين ثلاثه وتقول هو متعافي. ده هو متعافي من الاول، اللي بيقدر يبطل ده عاوز علاج شديد قوي. طب في سمعة مرتبطة بالمضادات الاكتئاب وعلاجات الاكتئاب ان هي ليها اثر عكسي، بيخلي المريض نايم طول النهار، بيأثر على نشاطه الجنسي، بيأثر على نشاطه البدني. يعني كل ده الكلام ده هو بيتقال. انت بتدي علاج للسرطان ليه اعراض جانبية؟ اكيد اي علاج يعني ليه اعراض جانبية طبعا، رهيبة بالذات السرطان ده رهيبة. تدي علاج للضغط، تدي علاج للسكر، ده شفت انت امراض اللي بتاعت السكر. يعني لازم ما تنساش حاجه، ابو الطب اسمه أبيقراط قال لك في الطب الشفاء نادر، ده 4000 سنه ولغايه دلوقتي هنا الشفاء نادر. تحسين الاعراض احيانا، المواساه دائما، ده ينطبق على الطب بعد 3000 سنة حاليا. ما فيش حد بيخفف الطب أبدا إلا الجراحة بتشيل حاجة خلاص، لكن طب سكر بيقعد على علاج السكر لغاية ما بتطبق السكر. الضغط بتقعد على الضغط لغاية ما الضغط أو تموت بيه. القلب بتقعد على علاج القلب لغاية كذا. الروماتيزم بتقعد كله. لكن أنت مريض النفسي اللي بياخد علاج ويقعد 3 سنين عليه منتظم ويشفى، يشفى تماما، ممكن أنه هو يبطل العلاج وممكن ما يجيلوش نكسات كمان. المرض النفسي الوحيد الذي يشفى، ويستطيع المخ، ودي النقطة المهمة جدا، أنه يشغل نفسه. شوف أهمية المخ بدون دواء، ما فيش أي عضو تاني في الجسم يقدر يشتغل من غير دواء. حوار شيق دايما بستمتع بيه بصفة شخصية مع المفكر والعالم الكبير أستاذ دكتور أحمد عكاشة، واحد من أهم رموز وعلامات الطب النفسي على مستوى العالم، لأنه بيتميز بتحليلاته النفسية العميقة. وهستعير جملته الشهيرة بأن كلنا مرضى نفسيين ولكن بدرجات، واهتمامنا بصحتنا النفسية لا يقل أهمية إن لم يكن يزيد عن اهتمامنا بصحتنا العضوية. لأن زي ما قال دكتور عكاشة، الملايين من مرضى الضغط والسكر والقلب والربو بيمارسوا حياتهم عادي وبيروحوا شغلهم كل يوم، لكن في المقابل المرضى النفسيين صعب جدا ينضموا لهم ويبقوا قوة منتجة، لأنهم في حاجة شديدة للدعم والعلاج. شوفكم المواجهة الجايه.